غسل وشك يا قمر بالصابونة والحجر. وينك يا قمر؟ عم غسل وشي. ماما شوفي ليكي، منزلين على الانترنت انه بدهم اطفال للدعايات بالتلفزيون والدفع موري. عدم المؤاخذه ونو اوفنس منك يعني على قوله الاجانب، بس انت قد الجحشه، شو دخلك؟ ولك مو انا ماما، يي ملاك اختي الصغيره، ليش ما بنبعتها؟ ولك وطي صوتك هلا بتسمع؟ انسي للموضوع سوزان ولا عاد تفتحي ابدا، بتجرسنا ما خرج منوب. يا لطيف انسي للموضوع قلت لك. امبلا دستور، من وين طلعت؟ بدي مثل مثل الدعايات بالتلفزيون، ليش لا يعني؟ شرفي انبسطتي يا خانم؟ هلا شلون بدي اخلص منها؟ سكري مغارتجي، سكري مغارتجي انت ملاك، سكري يا شرفي، هلا سكتي يا اذا بتسكت. ماما انت شو فارقه معك؟ لك اول شيء بلتهي عنك، ثاني شيء بشيل مصروفي من عرق جنيبي. ملاك انقلعي من وشي مو ناقصتك. ماما ما تكسري لي حلمي. ولك لسه من امبارح كان حلمك تكوني دكتوره، من امتى حلمك انه تمثلي؟ من خمس دقائق هيك حسيت انه التمثيل خلق لي وانه هو عم يمشي بدمي. ولك ريتني امشي على قبر الظلام. ماما بعدين انت متخيله شلون العالم رح يقولوا ليكو ليكو هي ملاك بنت لام سوزان طالعه على التلفزيون، متخيله ولا لا؟ بنت لام سوزان؟ بنت لام سوزان قلتيلي؟ ايه والله عزه ما خطرت ببالي الفكره. ايه تخيلي معي لشوف. وافقت، نقلعي مثلي. مرحى مرحى مرحى، هي شكرا لتفهمك ولسعة صدرك. شو قلتي؟ ولا شيء. ولك هلا مو المهم انه انتم توافقوا او لا، ماما لسه لازم تروح تعمل كاستينج. كاست شو؟ شاي. ولك قصدي لازم تروح تعمل تجربة اداء اختبار، ويا بيقبلوها يا لا. ها ايوه، يعني الشغلة مو على المضمون. مامي حطي ايديكي واجريكي بمي باردة، انا دغري اول ما رح يشوفوني رح يقبلوني وياخذوني. ايه مو بالله، فاتي الحمامة بعثت من جديد، روحي روحي من وشي. من بعد اذنك انجلينا جولي. ليش خلوني للاخر؟ اكيد كرمال ياخذ وقتهم ويستمتعوا بادائي. يلا معلش. ملاك تفضلي. نعم. ليش كل هذا الكرسي عالي؟ رح نعطيكي هلأ حالات وبدك تمثليها، جاهزة؟ جاهزة، انطلقوا. ابتسامة. هيوك 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 هيوك. ابتسامة مو ضحكة؟ انه يعني شو الفرق بين الابتسامة والضحكة؟ بس ها؟ بكاء. هذا أسهل الشيء. يا سمية. خلص مشي الحال. لك يا ملاك بدنا ننتقل لحالة تانية. مالي يديك الله تجيك بتاعتك. ولك افهموا انا بس ما ابكي ما بسكت لحتى حدا يراضيني. هي بالبيت، نحن هون تمثيل، عملي لنا انك متفاجئة. فاجئوني. تخيلي المفاجأة وتفاجئي. صحن البطاطا مقلية كبير ولك شب بدون ما اختي سوزان تاكل معي. نحك؟ طيب هلأ بدنا نمرق لك إيموجي وبدك تعملي مثلون. أوكي اتفقنا يعني.
أوف أوف يا هلكتوني، لسه في شي؟ آخر اختبار. شو هو؟ تخيليني أنا رفيقتك بالمدرسة وبالغلط كسرت لك القلم. أي قلم منن؟ قلم الحبر. شو لونه؟ لنفترض الأحمر. نعم؟ شو؟ وعم تقولي يا بكري أي وقحة؟ وبتعرفي إنه هذا لوني المفضل؟ ولك والله لا يتشك أنت سهلة هون. ملاك؟ مرفوضة بشكل نهائي وممنوعة حتى من التقديم مرة تانية. قولك يا دخيلكن الله يوفقكن، هي حطتني بموقف كتير صعب وأنا تمثيلي حقيقي، الله يوفقكن عطوني فرصة أخرى. هلأ بس تجي ست الوالدة هي بتعطيك إياها. شو؟ بعت ورا ماما؟ هلأ خلص التمثيل وبلش الجد.